السلام عليكم انا نجمة صداري نسكنت في مجلس الظهر بلدية سدان حدادة ولاية ميلا البالغة من العمر واحد وعشرين سنة عندي مرض نعاني منه منذ الولادة اسمه سبينا بيفيدا او الصلب المشقوق هذا المرض سبب لي معاناة كبيرة في حياتي وحابة نكمل قرايتي ونحقق احلامي كما كامل الناس حابة نعتمد على روحي لأنه بابا وماما ماشي يدوموا لي وحوس على العلاج تاعي في الخارج لقيته في تركيا بمبلغ 800 مليون سنتيم مع تكاليف أخرى وناشد وزير وزير الصحة ووالي ولاية ميلا وأبناء بلديتي والجمعيات وكل شعب الجزائري والجالية الجزائرية خارج الوطن يعاونوني نقول لهم ديروني خصكم وعاونوني راني قاعدة نعاني ونتعذب في الصمت غير ربي اللي عالم بيا ورانا احنا مرنا معها بيا بماها بكل شيء رانا نعاني ان لا والسكر السكر ما قدرناش التكاليف هذه نقدروا نداويوها هما اصلا تعبتهم بزاف معايا حتى في قرايتي كانت المدرسه بعيده علينا كان بابي يهزني صبع يديني نقرا لا شيء ما تهزني نبرا نركضها فيها